السادس يذهب في هذه اللحظات بالتحدي والتنافس في أرضية الميدان، وتذهب هذه الحول للمنافسة والتحدي والانتصار إلى مقدمة الشوط، حيث تتقدم نوادر لسمو شيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يقدمها في عملية التضمير غانم بن مسفر بالقوبع، تأتي هنا في هذه اللحظات وتنطلق إلى المركز الأول، بينما الشاهينية تحتل المركز الثاني، تعود ملكيتها بشعار هجن ند الشبا في الثاني المراكز مع المضمر سالم بن سعيد، هملولة في المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد، بينما المركز الرابع الشاهينية حاضر، الشاهينية بشعار هجن العاصفة وبقيادة المضمر غيات الهلالي، هنا ناتي مع هذه الانطلاقة وهذه التحديات. المركز الخامس هملولة من هجن الرياسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد. المركز السادس الآن يأتي الدور على هجن ند الشبا وهذه الشاهينية سالم بن سعيد في التضمير. المركز السابع هملولة بشعار هجن الرياسة ومع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد أفراح، تحتل المركز الثامن في هذه الأثناء لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. المركز التاسع هملولة الأخرى لهجن الرياسة ويأتي حمدان بن محمد بن مروشد في التضمير، بينما الشاهينية بشعار هجن العاصفة وبقيادة المضمر غيات الهلالي تتواجد على المركز العاشر. هذه العشر الأسماء من الحول المنافسة في هذه الانطلاقة وفي إطلالتها على أرضية الميدان على الهواء مباشرة، تذهب بالتنافس والتحدي وملتقى يوم الكبار كما شاهدنا وتابعنا، شعار هجن زعبيل، شعار العاصفة، شعار هجن الرياسة، وكذلك شعار هجن ند الشبا، بين التنافس والتحدي في مشوار المنافس الكبير، عودة إلى هملولة وعودة إلى المقدمة. ما شاء الله، هذه هملولة تقود المسار، تقود الانتصار لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد من خلال هذه اللحظات، وهو يسيطر ويتقدم تقدم كبير وملموس ومحسوس. بينما في المركز الثاني هذه الشاهينية بشعار هجن ند الشبع على ثاني المراكز، يقودها سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثالث بدأ التغيير الآن، وهذه اللي غيرت، خذت المركز الثالث الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، حضر في المركز الثالث، بينما نوادر على المركز الرابع باسمه شيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة المضمر غانم بن مسر بالقوبع، أحد خبراء التضمير و أحد يعني من قدموا هذه الانطلاقات وفي عالم التضمير له باع طويل. بينما مشاهدينا الكرام نتواجد مع هذه المراكز الأولى الأربع، وناخذ شوف المجموعة الثانية بقيادة هملولة في المركز الخامس لهجن الرياسة مع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، والشاهينية لهجن ند الشبع المركز السادس بقيادة سالم بن سعيد. المركز السابع هذه الشاهينية بشعار هجن العاصفة غيرت من المركز العاشر إلى المركز السادس في هذه اللحظة بقيادة مضمر غيات الهلالي. المركز الثامن واصلها هملولة بشعار هجن الرياسة، وهنا يأتي في التضمير حمدان بن محمد بن مروشد، هملولة الأخرى أيضا لهجن الرياسة على المركز التاسع، وفي تضميرها حمدان بن محمد بن مروشد، بينما الشاهينية بشعار هجن العاصفة في المركز العاشر. وفي التضمير والتدريب يأتي المضمر غيات الهلالي. هذه الأسماء اللي ذعناها لحضراتكم وهي في جولة التنافس والتحدي. أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. ما شاء الله متقدمة هملولة إلى المركز الأول،
اجنا الرئاسة وبقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد على ناموس هذا الشوط. حتى هذه اللحظات بينما المركز الثاني، نتابع في هذه اللحظات هذه الشاهينية بشعار هجن ند الشبع، وياتي سالم بن سعيد هو من يتابعها في عمل التضمير. المركز الثالث الشاهينية بشعار هجن العاصفة وغيات الهلالي، غيات الهلالي في التضمير، بينما نوادر تحتل المركز الرابع. نوادر اسمه شيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، المضمر غانم بن مسفر بالقوبع يتواجد. أيها الحفل الكريم، هذه الأربع المراكز المتقدمة حتى هذه اللحظات أمامنا على الكادر الأول تسير ويشيد بها الجمهور من خلال المنافسة والتحدي والإصرار. المركز الخامس هناك هملولة من هجن الرئاسة، المركز السادس أيضا هملولة بشعار هجن الرئاسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد، المركز السابع هجن العاصفة مع وجود الشاهينية وغيات الهلالي في التضمير، المركز الثامن هملولة بشعار هجن الرئاسة، وفي المركز التاسع الشاهينية بشعار هجن العاصفة. هكذا هو المسار، هكذا الانتصار مشاهدينا الأكارم في هذه المنافسات الشيقة وعلى قائمة التحدي والتنافس الأول بين هذه الجماهير وبين المشاركين، بين المتنافسين اللي يتنافسون على نيل الانتصار في منافسة مميزة وشيقة. إلى مقدمة الشوط، عودة إلى هملولة، لا زالت قائدة لهذه المجموعة ولهذا الشوط لهجن الرئاسة وبقيادة المضمر والمتابع حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الثاني الشاهينية هجن اليد الشبا سالم بن سعيد في تضميرها، ولكن نوادر غيرت إلى المركز الثالث بشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يضمرها غانم بن مسفر بالقوبع واصل. يا سلام، الله، شوفوا هذه الهملولة حاضرة، هملولة حاضرة على المركز الرابع، هملولة حاضرة على المركز الخامس، 1200 على خط النهاية، عودة إلى هملولة والمحتضنة للمركز الأول. يعني شوف نوعية فاخرة، نوعية نادرة، لكن ياتي الشعار هجن ند الشبع المركز الثاني، هذه هملولة في المركز الثالث لهجن الرئاسة، نوادر على المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم. هذه الأربع اللي أمامك عزيزي المشاهد يا من تتابع وتشاهد، لكن عودة إلى الصراع الأول، عودة إلى هملولة، عودة إلى الشاهينية بشعار هجن ند الشبع، غيرت خذت الصدارة، غيرت خذت الصدارة ما شاء الله، غيرت إلى المركز الأول. شوف الصدارة هملولية، هجن الرئاسة، هجن الرئاسة على المركز الأول، على المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء، تنافس كبير وتحدي مثير بين هذه الشعارات، ولكن شعار هجن الرئاسة من جديد يسجل حضوره، يسجل حضوره بحروف ذهبية مميزة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد. ولكن شوف الشاهينية بشعار هجن ند الشبع على المركز الثالث، على ثالث المراكز، هملولة وهملولة، هملولة وهملولة في اللحظات الأخيرة يا بن مروشد. هجن الرئاسة، هجن ند الشبع، هجن الرئاسة، هجن الرئاسة، سيطرة واضحة على المركزين الأول والثاني، وهجن ند الشبع محاولة من خلال هذه اللحظات الأخيرة. خط النهاية، خط النهاية، يرحب بمن؟ يرحب بالجميع، ولكن المركز الأول هجن الرئاسة، هملولة، هملولة، هملولة من هجن الرئاسة تفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن الرئاسة وللمضمر حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الثاني الشاهينية هجن ند الشبع، المركز الثالث هملولة هجن الرئاسة، المركز الرابع نوادر لسمو الشيخ سعيد المكتوم براد المكتوم، خامسا هجن العاصفة. مشاهدينا الأعزاء، هكذا كانت النتيجة للمراكز المتقدمة في حضورها ومشاركتها الاستثنائية الدائمة. تهانينا لهجن الرئاسة، هذه المؤسسة العملاقة بتسع دقائق 46 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وللمضمر حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الثاني كانت مشاهدينا الأعزاء هجن ند الشبع، هي الشاهينية، تسع دقائق 47 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا كذلك للمضمر سالم بن سعيد، والمركز الثالث هملولة هجن الرئاسة
بقيادة حمدان بن محمد بن مرشد. تانينا 9 دقائق 47 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تانينا للجميع.